ايضا ناخد معانا على التليفون المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الاسكان لشؤون المرافق. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام يا فندم، والله الحمد لله. يعني انا قاعد عمال الحقيقه بصراحه بتفرج على الصور بتاعت اسوان وعندي فرحه غير طبيعيه، وموجوده ورايا وموجوده قدامي، مش عارف اشيل عيني بصراحه من على اللي بيحصل. احنا بنتكلم هنا في مشروع متكامل على عموم المحافظة وعلى عموم الصعيد، مظبوط؟ طبعا يا فندم، على عموم مصر كلها يا فندم. الله أكبر. طيب بص يا فندم، احنا أولا أيوة. اتفضل يا فندم اتفضل. لا 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 بالعكس، أنا كنت أقول لك أيوة اشرح. طب بص يا فندم، احنا أولا حضرتك النهاردة، احنا كنا في الماضي، هسأل حضرتك سؤال وهرد على الإجابة مباشرة. احنا في الماضي كنا بننفذ مشروعات، أيوة كنا بننفذ مشروعات قبل 2014، بس كان ينقصها الإحلال والتجديد وتصنيف هذه المحطات. كنت بصرف استثمارات في مشروعات، المشروعات دي ممكن بعد سنه او بعد اثنين او بعد ثلاثه نتيجه عدم الصيانه بيحصل فيها بعض المشاكل وبتخرج جزء منها من الخدمه، او ان الشوارع بتتكسر زي ما سياده الوزير قال، ابدا اعمل اصلاح لماسوره الميه وبعدين اردم بعد كده يحصل اصلاح لماسوره الصرف الصحي. فكان كل وزاره او كل مرفق من المرافق بيعمل منفردا باقي عن الوزارات عن المرافق الاخرى. عشان كده حضرتك كنا في الماضي بنلاحظ ان انا ممكن اكثر او اقطع الطريق ده بدل المره خمس او ست مرات لكل مرفق على حده. النهارده يا فندم كان ينقصنا استثمار كبير جدا في مشروعات الاحلال والتجديد والصيانه. هل تعلم سيادتك يا فندم ان احنا كنا في 2000 من 2011 ل 2014 كان ما يرصد في الاحلال والتجديد على مستوى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من 500 ل 800 مليون جنيه فقط في العام المالي في ال 12 شهر. النهارده حضرتك استثمارات الاحلال والتجديد تخطت من 2.5 ل 3 مليار سنويا، بقى عندنا خطه طموحه لاحلال وتجديد الشبكات التي يعد عمرها الافتراضي، لان حضرتك احنا بعض المناطق يا فندم واحنا بنشتغل فيها زي ما علي الوزير قال المحافظ، حضرتك احنا بعض الاماكن يا فندم ما نلاقيش تجربه الماسوره نفسها نتيجه ان عدى عمرها الافتراضي والميه ماشيه في الارض لوحدها بالجرافيتي. فحضرتك النهارده بقى في خطه طموحه لاحلال وتجديد محافظه اسوان نتيجه انها خصوصيه خاصه حضرتك بيتم فيها احلال وتجديد لكافه الشبكات، وبعد زياره دولي لرئيس مجلس الوزراء امر بتوفير استثمارات اعتمادات اضافيه لعمل احلال وتجديد للشبكات والمحطات داخل محافظه اسوان. وانا هنا يا فندم بشكر في برنامج سيادتك وزاره التنميه المحليه باجهزتها المختلفه، سواء السيد وزير التنميه المحليه او معالي الوزراء المحافظين او رؤساء المدن، في مساعدتهم لينا في استخراج التصاريح الخاصه بمشروعاتنا سواء احلال وتجديد او مشروعات جديده، او المساهمه في توفير الاراضي اللازمه لانجاح مبادره حياه كريمه. حلو. حضرتك يا فندم عندنا تم تنفيذ حضرتك 75 مشروع، 70 مشروع مياه شرب وصرف صحي احلال وتجديد بتكلفه 265 مليون جنيه. معالي دوله رئيس مجلس الوزراء في زيارته لمحافظه اسوان وفر بدعم اضافي 155 مليون جنيه لتنفيذ 19 مشروع للاحلال والتجديد. كل هذه المشروعات يا فندم بتسير طبقا لبرامجها الزمنيه لنهوها زي ما معالي الوزير قال المحافظ في شهر 12/2021، وباقي الشبكات داخل المحافظه والاحلال والتجديد تباعا، لان ده حضرتك بيأثر على بعض المناطق او الزونات الصغيره جدا، فبنشتغل فيه بالتوازي. احنا حضرتك بنبدا الاول بالزون الكبير اللي بيغذي منطقه كامله او في مشكله كامله في التغذيه، ونبدا بعد كده حضرتك نشتغل في المناطق الصغيره بالتوازي معاها، لان دي لا تعوق حركه المرور ولا تعوق مد الخدمه لاهالينا غير بعض المناطق الصغيره بنعمل فيها مد وسدان باذن الله. لا ده انا كده عزمت نفسي ان انا مش بقى هطلع اسوان، ده انا هطلع اسوان وخط الصعيد. حضرتك كده يا ريت تبقى موجود معانا، لازم الحاجات دي. يعني حتى زميلي العزيز طه بيقول لي ليه الوزارات وليه المحافظات ما تبقاش بتصور حاجات اكتر وتنزلها على الصفحات، فانا عارف انكم بتعملوا ده. قلت له لا، شاورت له كده لما الكاميرا كانتش عليه، قلت له لا ده احنا اللي هنروح نتفرج ونشرح ونتمشى ونتكلم وهكذا، والجو بدا يبرد اهو، فهتبقى الدنيا خفيفه على اللي زي حالاتي شويه. اشكرك جدا يا باشمهندس، ربنا يوفقكم يا رب يا رب يا رب، وباذن الله من الافضل الى الافضل منه. شكرا ليك المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الاسكان لشؤون المرافق.